شلون وليد ومبختر وبنص القهاوي يفتر وبالله عليك يا خاله شيلوا اليد من الحار. هلا اصدقائنا شلونكم؟ شو اخباركم؟ لو شو ابخاركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جبت لكم المكان كل المتابعات طلبوه. ذيك المره انا جيت المكان واشتريت منه اغراض وقلت دنيا اريد العنوان، فاليوم تعنيت طبعا يبعد علينا نص ساعه وجبتكم لهنا وياي. تعالوا وياي راح تشوفون المكان راح يعجبكم، والقريبين اكيد كلكم راح تجون تشترون شغلاتكم اللي محتاجيها رمضان. وضامت لكم شيء يخبل بنهايه الفيديو، اوكي اصدقائنا ابقوا ويانا لنهايه الفيديو، لا تنسون تخلون لايك وتشتركون بالقناه اذا ما اشتركتم وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. هسه وصلنا المكان قلت لكم عليه حبايب. طبعا هالمكان بانواع البخور والمعطرات الشالات كل شيء طبعا يخص المحجبات اكثر شيء عندهم هنا. اهم شغلات الكريمات الزيوت مال الشعر اللي كلها اللي كنا احنا ندور عليها دابر املا وهاي السوالف كلها موجوده عندهم هنا بالمحل. فأنا جبتكم بنات هواية سألتوني على البخور اللي اشتريته هذيك المرة والزينة مال رمضان همات يعني عندهم هاي النشرات عندهم هاي الجهاز يمكن يأذن هذا الجهاز بأذان مو؟ نعم اي أنا هم رايدة واحد من عدة والله. وهاي عندكم خبطات هنا مال عطور مو؟ نعم نعم تركيب جميع العطور العربية هاي في الدنيا. اي طبعا أنا دور عليهم واريد من هذا الجهاز هسه هم راح اخذه وبالبيت هم راويكم اياه. هاي بي اذان وقران بي اذان قران هاي المباخر هماتي كلش حلوه تخبل. انا كل ما اشتري مبخره القى وحده احلى منها واقول راح اخذ وحده. هاي حلو هماتي تشادر مال صلاه اي انواع اي كلش حلو. وقالوا نشراتك وبعد اي هذول النشرات نفس هذا اكو طقم مال صلاه حمين مال هذاك فوق هنا اي اي هذولاك حلوين والله. اكو قطعتين بردانات واكو قطعتين بدون اردانات مثل هذا اللي يجي أي. اشكال اقمشه يعني كلش حلوه قطن وبارد يعني على الصيف واكو همين بالشتاء يعني يكون دافي يجي قديفه يعني بلبل قالوا العطر مالتك هذا البتجان تاخذينه بالعراق تشترينه بس دبي وامير الشباب موجود موجود عطور كلش هوايه الاماراتي اي واحد يجي هذول عطور اماراتيه هذول نستوردهم كلهم من دبي. اي هاي العود نعم هاي الشيخ الشيوخ والمسك المسك حلو انا احب المسك هذا مسك الطهاره. ايه اكو كلش انواع كلش هوايه من المسك. ايه عطور التركيب احنا عندنا تقريبا 500 صنف ال 500 صنف هذول نستوردهم من معامل اجنبيه يصنعونه بنسبه 99% نفس الكواليتي اللي موجوده تمام نفس الجوده اللي موجوده بالمحلات الالمانيه دوغلاس ومحلات ثانيه تقريبا 300 صنف مثل الماركات العالميه هوغو بوس 1 مليون العطر مثلا النسائي مثلا عندك ارماني سي مثلا عندك ديور جادور يعني هاي الماركات المعروفه العالميه بحيث من نشمها يعني نفس العطر انه ماكو اي اختلاف موجود. ايش قد يطلع من الملابس؟ اهم شيء يبقى حسب نوع العطر اكو عطور هادئه واكو عطور قويه. العطور الهادئه تكون تتراوح من ساعه الى ساعتين بس العطور القويه توصل من 5 ساعات الى 6 ساعات. هاي النساء الرجالي اكو اقوى مثلا يكون بعود يطول يومين 3 ايام. العود معروف العود اي العود حلو. لا بس دنيا دائما اكو عطر يبقى سبوع. امير الشباب شو اسمه؟ اسبوع اي اسمه يبقى امير الشباب هاي بالعراق كانت بالعراق تاخذ من عنده تقدر تسوي من عنده اذا واحد قال لك اريد هاي الخلطه تسويها؟ صح صح اي موجود نعم موجوده؟ احنا نسويها نطلب مثلا عينه من المعمل والعينه يرسل لنا اياها المعمل نسخه مطابقه للاصل ويكون نفس العطر يعني ماكو اي مشكله في حال اذا ما موجود العطر اللي انت تريديه بس العطر اللي انت تريديه مثلا موجود راسا نسويه بنفس اللحظه.
واكو عطور هيك يصير بيها شلون الطعم شوكولا ليمون اكو مثلا ليمون اكو فراوله اكو برتقال شوكولا يعني كلش طيب اكو مثلا بالبسكويت ريحه يعني تختلف هيك تحس عطر وطعم نفس الوقت صح صح نحاول يعني نجيب الاشياء اللي مفقوده بالسوق الاوروبي يعني هاي الاشياء موجوده دائما بالاسواق العربيه السوق الاوروبي يعني يفتقد هيك شيء اليوم بخورات جديده هاي هذا حلو مال ارض الزعفران اصلي من ارض الزعفران والله حلو راح اخذه هذا هم اجربه هنا طبعا هاي الزيوت اللي احنا دائما ندور عليها هاي مال الخروه باتيكا هذا كلش حلو انا بس بالعراق دابر املا هاي الزيوت والله كل زينه هاي شوفوا شنو لقينا هاي شبب عطر الهواي طبعا هاي هسه بالصيف نحتاج هاي الشغلات هنا يخلون الأملاح ويعني يغسلون بها الجسم احنا عندنا بالعراق عندنا هاي الشابة نغسل بها الجسم بالصيف على مود 24 ساعة يبقى الجسم طبعا بعد ما يصير بيه روائح طبعا هذا السيروم الأفغاني حاليا الكل يعني دا يستعمله حتى بالعراق انا شفت المشاهير واحدة منهم هيفاء حسوني دائما دا تنزل انه هي دا تستخدم هذا الزيت الأفغاني وموجود طبعا بالصدفة لقيته هنا بهذا المحل وهنا مكتوب عليه سيروم الحشيش الأفغاني الخام هذا كلش هسه دا اشوف المشاهير كلهم من يستعملونه للشعر اه اي كلش زين هاي شوف انا بالبيت كنت اسوي الخلطة مال الزيوت الطبيعية هسه لقيتها هنا أنا مخلوطة وجاهزة وهندية سبع زيوت مخلوطة بهذا الزيت شلون اليوم اخذ كل الزيوت ها محمد كل العطور اسبح بيهن شوفوا شنو لقيت هنا أنا هاي البوترة اللي كنا ابد ما نستغنى عنها وهسه همات يلي لقيتها طبعا هم راح اخذ واحدة من عندها هاي كلش تخبل للجسم وباعها هنا هنا اللوشن مالتها لا هاي بوترة للجسم وهاي اللوشن مالتها همات والله هاي شغلاتنا يعني احسن من هاي الشغلات انا جربت يعني ايش قد صار لي بالمانيا واخذ الشغلات الالمانيه بس ما تعطي نتيجه ما اعرف ليش هيك يعني شغلها كلش بطيء بس هاي الشغلات مالتنا القديمه اللي كنا نستعملها بالعراق المفعول مالتها رهيب بسرعه يبين الهدايا كلش حلوه كلها عطور ومسك هاي شنو يابا حتى مي زمزم هنا لقينا لكم بعد شو تريدون مي زمزم كل الناس تحب يكون ببيتهم للبركه شايف هيك صابونه من قبل؟ لا والله حليب الحمار هاي شو تسوي؟ حليب الحمار والله ايش يسوي؟ للوجه الجاف والدهني والعادي يعمل على توريد البشره ها هاي شنو؟ ويقولون الحمار ما فيه فايده اي والله تفتيحها ويعالج التصبغات اللونيه ويعمل على مكافحه التجاعيد وشد البشره يعني البشره نظار معقوله اخذ اجربه شو تقولون؟ هذا الخنجر اللي اخذت منه هذيك المره بعد ما خلاص بس راح اخذ شنو انا خلى المبخره معلوقه كل ما اوصل يمها خلي لي وحده بيها كلش حلو يعني بحيث مخليها بالممشى وبكل البيت صار اي والله ما اطلع من انا اني شنو هاي كله بخور وعطور وكعود حتى معطر جسم اي هذا هسه معطر جسم يعني عود ومسك كلش حلوات هذا المحل شفتوه بنات اناقة الياسمين اسمه وقريب على الستراسنبان بالباب مالته بالضبط الستراسنبان والباص يعني ما راح تتعبون حتى ما عنده سيارة يقدر يوصل بسهولة ترسنا عطر وهاي انا ايش قد احب العطور وهاي الشغلات ها عيني تخبل اراد نفتح محل عطور سواليا تخبل عندهم حتى عطر للاطفال هامول تذكرون عندنا البوطره وهاي الشغلات الزيوت مال الاطفال هامول عندهم هماتين عطر من عنده طبعا الشغلات كلها اصليه ويجيبوها يوصلون عليها من المعمل فهسه راح نروح للبيت طبعا انا حابه اسوي الركن الرمضاني يومي اقول لكم بالفيديو وما لحق اسوي ويوم الملتي عليه من تباوع ها دا اكتب تباوع على الشارع يا عنوان والله دا اكتب عنوان ها علينا بعد علي واني لابسه ازرق وحاطه ازرق بعيوني وهاي تباوع على الشارع اي با شايفين شلون اي والله يا هاي بيتزا شكرا ديا مرحبا طب شنو لازم نسوي بعد صينية الدخول لسه ما سويناها لسه لازم ارجع للبيت على السريع بس اهم شي بيها انه نشتري السمكة
ونعلقها. تعالوا شوفوا يا ربي يا ربي شنو هذا الولد. شوف الهديه مال عيد الام. شنو هاي الثانيه؟ هو شو جايب لي؟ وجايب لي ماسك. شوفوا 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 يريد نصير حلوه في دول الله. هو انت هديه اصلا، انت هديه قبل. شايفين هيك شلون جايب لي هديه ورد وجايب لي ماسك مال وجه. شايفين شلون يعرف؟ شنو انت؟ ها؟ انا اول شيء تجيب لي عطر بس بعدين بدك تجيب لي عطر. اليوم جبت كوما عطر، حتى الك جبت عطر. هسه راويك العطر الهامول مال الاطفال يخبل الاصلي. تعالوا يلا هسه ويانا ما دام حنوش جاب لنا الورد، خلي نسوي صينيه الدخول. جاب لنا محمد سمكه هماتين، جاب لنا هاي السمكه محمد مال استعجال. راح اقص راسها ونعلقها بالبالكونه. هاي شغله مجربه للرزق واني جربتها والحمد لله والشكر. اوكي حبيباتي، حتى لو ما لحقتني اليوم، هي يوم 22 على 23 راح ينزل لكم هذا الفيديو باكر اكيد يوم 23، بس والله هم سووها. نقص راس السمكه ونعلقها بالخيط وراح اعلقها بالبالكونه. هسه نسوي وردات حشوش. شو هاي ما ينزل الشكر مدر الملح. شنو هو خالي نويا ما تكتبوا لي ما عطفه. شكر ملح شنو؟ فلورا مكتوب. بروتين مال ورد. الله شنو هذا الورد يا الله شنو فدوي. شلون يعرف؟ يعرف انا احب الماسكات واحب الورد. ها اي والله شلون وليد ومبختر وبنص القهاوي يفتر. وبالله عليك يا خاله شيلوا لي يدي من الحار. هاي راس السمكه هسه قصيناه وعلقناه بالخيط، راح نعلقه بالبالكونه. طبعا هاي الشغله مو تضحكون علي، اوكي لا تضحكون علي، والله انا جربتها العام وعلقتها بباب البيت من كنا بذاك البيت القديم والحمد لله والشكر. المهم واحد عنده دارت عليه السنه وعنده صحه وعافيه واطفاله بخير، هو هذا اكبر رزق. فهسه تعالوا يلا خلينا نعلقها بالبالكون. يومين ثلاثة من يسمعون ان الدنيا دخلت ودخلت على شنو شيلوها وذبوها، وان شاء الله يروح كل الشر وياها. انا اعلقها هنا انا. هسه شوفوا علقتها هنا بصفها. شوف هاي شقد حلوة. مثل ما قلت لكم يومين ثلاثة ونشيلها نذبها وان شاء الله يروح شر السنة كله وياها. هسه هنا أنا هاي الصينية. اي شيء عندكم بالبيت خلوا بيها، وخاصة البياضات هنا اللبن الشكر والخضار. خضار عندنا ما شاء الله، عندي هذا الورد الاحمر والاصفر وعندنا خس. هاي هم خلينا خضار. وهاي صينيتنا للسنة ان شاء الله تلحقون وتسووها. سووها مثل ما قلت لكم، حتى لو اليوم راح ينزل عندكم الفيديو يوم 23 سووها على مسؤوليتي وجربوها، وان شاء الله يا ربي الرزق والخير بهاي السنة علينا وعليكم، واهم شيء الصحة والعافية وعائلتكم بخير واطفالكم بخير. هو هذا اهم شيء، يعني هذا هو اكبر رزق انه الصحة والعافية. لهنا أنا خلص الفيديو مالتنا لليوم، ان شاء الله عجبكم. والشغلات اللي قلتوا لي دنيا منين اشتريتيها هم رحت وجبت لكم العنوان، وان شاء الله تروحون وتشوفون كل شيء ببالكم راح تلقونه بهذا المحل. بخور وعطور وشغلات والزيوت، اهم شيء الزيوت الطبيعيه، طبعا العطور مركزه ويجيبوها من المعمل وكلش طيبه. شوف هاي العطور اللي خليتها لسه وهماتي راح انزل لكم الاسماء كلها مال العطور بستوري الانستغرام. تعالوا للانستغرام وراح انزل لكم كل الاسماء اللي جبتها، حتى تروحون تقولوا له اعطينا مثل العطر مال الدنيا. اوكي اصدقائنا احبكم كومات، انتظرونا بالفيديو الجاي. باي باي.